انطلقت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي وعلمي والعلوم الإسلامية والبعوث. وتفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية دكتور سلامة داوود بعض اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من التباعد بين الطلاب وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان. قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن الامتحانات اليوم سادتها حالة من الاستقرار والانتظام دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان أو عدم مناسبتها للزمن المقرر. مزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ دكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. دكتور سلامة، بعد التحية، يعني الطلاب اليوم، طلاب المدارس الأزهرية والثانوية الأزهرية، بدأوا امتحاناتهم وحركة، يعني كما تابعنا رصدت ان ما كانش فيه شكاوى من الطلاب، لكن كيف تابعت سير العملية اليوم والحين انتهاء يعني اللجان، كان كيف كان سير أول يوم اختبارات للثانوية الأزهرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فكان هذا كان النهاردة أول يوم امتحانات الثانوية الأزهرية، وبتوجيهات مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب تم الاستعداد التام للجان بأخذ الإجراءات الاحترازية الأمن والناحية الطبية والناحية والإسعافات الأولية وما شابه ذلك، والحمد لله مضى الامتحان على بسلام، ولم تحدث هناك أي يعني مشاكل أو خروقات أو ما شابه ذلك. الأسئلة كانت في متناول الطلاب ومتنوعة، ما بين اختبارات موضوعية واختبارات مقالية شملت المستويات الذهنية والمستويات المهارية والمعرفية. وفضيلة الإمام وجه بإنشاء غرفتين للمتابعة رئيسيتين، الغرفة الأولى برئاسة مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف في مشيخة الأزهر، والغرفة الثانية في قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. ولم يتم رفض يعني أي أشياء خارجة عن المعتاد. الامتحانات الحمد لله في مستوى الطلاب وتقييس المستويات المهارية والذهنية والمعرفية، ولم يكن هناك أي مشاكل الحمد لله في هذا اليوم. يا رب كل التوفيق لطلبة وطلاب المرحلة الثانوية، يعني بدأنا بالأزهرية، بعد قليل إن شاء الله الثانوية العامة، كل التوفيق للطلبة والطالبات. بشكر حضرتك جزيلا. بارك الله فيكم، وإحنا عندنا هذا العام، هذا العام يعني تفضل. ما شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا. عندنا هذا العام ما يقرب من 139 ألف طالب. نعم. ما يقرب من 139 ألف طالب، منهم 91 ألف طالب في القسم الأدبي، والباقي في القسم العلمي وشعبة العلوم الإسلامية، وأيضا طلاب مدينة البعوث الإسلامية. وهذه الامتحانات الحمد لله اليوم مرت بسلام، ولم يكن هناك مشاكل أو رفض أي مشاكل. كل التوفيق إن شاء الله للطلبة بالأداء الجيد في الامتحان وتحقيق أهدافهم بإذن الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ دكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. شكرا يا فندم.